وهذه تحية الملك سلمان، وهذه تحية ولي عهده محمد بن سلمان، وهذه تحية كل واحد كل واحد في الميدان من عسكري إلى مدني، يقول كلكم على رأسنا. تبون نساعدكم جينا وساعدناكم، فسخنا ثيابنا وجيناكم. هذه الوطنية. ما تقلت لي قالك ارقد شغلت الموت رح تستراحة، ترى مهيبي. ايش الكلام، ايش الكلام هذا؟ ساعدوهم ساعدوهم ساعدوهم. 27 سنة واحنا ما بين ميدان ما بين مكاتب، والله ضاق الصدور يوم قاعدونا. فقدنا اخويانا، فقدنا في الميدان. انا عملت في الميدان، عملت في المكاتب، كل شيء عملت فيه كله لاجل الوطن واكل عيشي، كله لاجل الوطن. وش فايتي من تقاعد انا؟ انا يوم قاعدوني جتني احباط نفسي، ما بالله. ها علاجات، ها ها علاجات من الضغط، من المسكنات، كلها من القهر. ابغى ارجع العسكريه، ابغى ارجع العسكريه اليوم قبل بكره، ابغى ساند اخوياني. اتمنى من المقطع هذا ينتشر، كل واحد متقاعد تراه يتمنى انه يرجع، واللي ما يتمنى يرجع ارقد. لسه باقي فينا، لسه باقي فينا. ما دامنا نمشي، ما دامنا نمشي ونتحرك، ما نبغى نتقاعد. لو كنا تعبانين وطلبتنا الحكومة الله يطول في أعمارها وقالت تعالوا جينا، لو في عز الليل حاضرين أبو فهد، حاضرين محمد سلمان، أمر وطاعة، بلدنا غالي علينا وكل إنسان في هالبلد غالي علينا. كله مرض وبنتي. لما تخلي لما يخلوكم كلكم في الشوارع والمخلاط عشان ما قضوا عليه، هذا جاي من الله، هذا مرض جاي من الله. توعية لك ولغيرك. الصلاة 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 يا تارك الصلاة، الصلاة الصلاة يا تارك الصلاة. هذا أنذار من الله، هذا أنذار من الله. كلنا مقصرين، كلنا مقصرين. نبغى المساجد تكون مليانة، لا في ظهر لا في عصر لا في مغرب لا في عشاء لا في فجر. الفجر أنا ما أقولها صد، قليل العدد. ما نبغى كذا، نبغى ما يحصل في الظهر يحصل في الفجر، الصف يكون مليان. وش يضرك ما بين دوامك ساعتين ثلاث ساعتين؟ قم صلي الفجر، قم صلي الفجر، اشرب لك كاس حليب، اجلس شوي، ضبط نفسك، حم سيارك، توكل على الله. وبلين باقي نص ساعة، لا، لا صليت، شغلت، الحرارة مرتفعة، مخبط، بقوم تروح على جنب، روح الدوام، وش عشانه؟ ما صليت، لو صليت الفجر سهل عليك كل شيء، كل حاجة تسهل عليك. أمرك يا أبو فهد، أمرك يا محمد بن سلمان، مستعدين في أي وقت، إحنا متقاعدين ومستعدين في أي وقت. جوالاتنا عند عملنا، أي وقت يبغونا جيناهم. وإن شاء الله ما في نقص، اللي في الميدان إن شاء الله في كفاية. وإن كان في نقص جيناكم وساندناكم وأزرناكم. بالحرة والمرة. بنرقد في الميدان حتى نخلص المهمة هذه. هي ولا غيرها؟ مستعدين يا أبو فهد. ومحمد بن سلمان وكل واحد يطلبنا نقول له على خشمي، مستعدين احنا عسكر ونجي ان شاء الله، متقاعدين وبنفرح بالطلب اللي يطلبها ابو فهد، مستعدين ابو فهد اي وقت، حاضرين. والله ما اقولها مجاملة او اطلع في المقطع هذا عشان اقول، لا
اقول يا ابو فهد يا محمد بن سلمان اي وقت تبغون احنا متقاعدين عسكر مستعدين نجي باي وقت بالنيابه عن اخوياني وزملائي مستعدين نحضر في اي وقت. السلام عليكم. معكم القائد ابو ابراهيم. هذه الشهره والاسم كلنا يعرفني. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم.